عدد المسجلين إناث 580 مترشحة، عدد المسجلين ذكور 1118. انطلقت هذه الاختبارات ابتداء من يوم الأحد 19 مارس 2017 إلى غاية 29 مارس 2017. الإجراءات كانت جد إيجابية فيما يخص برنامج الاختبارات. عندنا 4 ورشات. الحمد لله اليوم كنا نفوتوا في الباك بلون تاع سبور، الباك تاع سبور. درنا سباق السرعة ورمي الجلة، فات مليح ثاني، ودرنا القفز الطويل، وثانية سباق 600 متر. الحمد لله فاتوا ملاح وخدمنا مليح.